بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت شفنا كل الكلاسات الخاصة بالانكودر بتاعت الباسورد وشفناهم مفيش اي مشكلة. عاوزين نطبق النهاردة وليكن نستخدم البي كريبت باسورد انكودر ونشوف الدنيا بتاعتنا هتمشي ازاي. عاوزك برضو تفتكر معايا ان احنا اخر حاجة كنا شغالين عليها، لو حد فاكر معايا هروح اهو في الكونفيج، هتلاقينا اخر حاجه كنا مستخدمين الباسورد انكودر اللي هو ايه؟ نو باسورد انكودر. فكان في الداتابيز متخزن ايه؟ متخزن الايميل بتاع السبسكرايبر والباسورد بتاعه بلين تكست عادي جدا من غير اي ايه باسورد انكودر. لو عملنا ريران ورحنا نشوف كده اهو، هاخد دي اهي كوبي كوبي فاليو، اه عاوزين كوبي مش الرو، كوبي فيلد. تمام، لو رحنا هنا اهو وعملنا لوكال هوست 80 80 وليكن student هاي مش موجودة. تمام، خلينا نكتب وليكن لوجن، اهي دي اللوجن بتاعتي صح؟ هقول له الايميل اسلام@gmail.com والباسورد كام؟ تعالى كده نشوف الباسورد من 1 لـ6 اهو 1 2 3 4 5 6 ساين ان. تمام، طبعا فينا مشكله سيبك منها دلوقتي، خلينا بس نشوف اي بي اي نخش عليها. عاوزين نشوف اي بي اي نخش عليها. تمام، بس تعالوا هنا في الايه وليكن في الفوتبول او الفوتبول كنترول. تمام، فوتبول ستارت اهو، تعالوا كده اهو فوتبول ستارت. تمام، انا عملت لوجن فهو ايه عمل لوجن على طول. خلينا ناخد دي اهي. تمام، ونروح نفتح في براوزر تاني اهو، حلو، واحطه هنا اهو. قال لي اعمل لوجن، هقول له اسلام خض @gmail.com. تعالوا كده اهو اسلام مفيش خط، اسلام اهو @gmail.com، وقلت له 1 2 3 4 5 6. تمام، دخلنا عادي جدا اهو من غير اي مشاكل خالص. صح صح تمام. ايه بقى اللي حصل هنا؟ المفروض ان احنا عندنا اليوزر بيعمل ايه؟ ريكويست. تمام، باليوزر نيم والباسورد، وركز معايا عشان هشرحها مره واحده. ودي الداتا بيز اهي، حلو، احنا عندنا نو باسورد انكودر. لو اليوزر نيم والباسورد اول مره هيعمل ريجستر فهياخد اليوزر نيم والباسورد يخزنه عادي جدا لان مفيش باسورد انكودر. اللي احنا مستخدمينه لو انت مركز معايا اهو، مستخدمين نو باسورد انكودر فمفيش. فلو في اول مره عمل لوجن فهخزن اليوزر نيم والباسورد عندي هنا كريجستر، هخزنهم عادي جدا من غير اي ايه بلين تكست، كانهم اهو احنا خزناهم كبلين تكست عادي جدا اهو، بلين تكست عادي بنفس الكلام بتاعتهم. فلما جه عمل لوجن بقى عمل لوجن باليوزر نيم والباسورد، هو ما فيش اصلا انكودر، فخد الايه خد اليوزر نيم والباسورد وراح عمل لود عن طريق اليوزر نيم زي ما اتفقنا قبل كده، ورجع باوبجكت باليوزر ديتيلز. الاوبجكت ده فيه كل الداتا الخاصه باليوزر ده، في اليوزر نيم والباسورد، هيفاليديت الباسورد مع الباسورد ده، هما الاثنين بلين تكست. فايه؟ فدلوقتي بيشوفهم، هل هم متشابهين؟ اي ترو مش اي فولس، حلو. في مشكله؟ ما فيش اي مشكله خالص، حلو. لو احنا بقى جينا هنا، انا عاوزك بس تفهم معايا، عشان لو جينا هنا بدل قلنا بقى ريتيرن ديت قلنا باي كريبت باسورد انكود. ركز معايا طبعا فينا نيو، حلو. طبعا احنا قلنا في الايه في الكلاس ده ممكن نديله عن طريق الديفولت، فنديله عن طريق الديفولت هو هيبص كل المتغيرات لوحده، ملناش دعوه. حلو قوي، نروح في الكونفيج تاني كده. انا استخدمت ده، حلو. دلوقتي بقى لو عملت ريران
تمام؟ لو عملت ريران وجيت اطلب نفسها اهي، وقلت له اسلام ات جيميل دوت كوم، قلت له 1 2 3 4 5 6 اهو ده وده اهو، عملت ساين ان، هيقول لي باد كريدنشلز. ليه بقى يا عم؟ ده مدخل نفس اللي في نفس الداتا بيز. هقول لك ليه، لانك انت لو فاهم السيناريو معايا هتفهم ليه المشكله فين. دلوقتي اليوزر نيم والباسورد هما متخزنين هنا من غير انكريبشن، صح؟ يوزر نيم والباسورد، الباسورد متخزن من غير اي انكريبشن. دلوقتي انا ضفت انكريبشن اللي هو الباي كريبت ده، تمام؟ احنا قلنا ايه؟ لو في انكودر وفي تشفير، اليوزر نيم والباسورد اول ما بينبعتهم بيحصل لهم ايه؟ بيحصل الباسورد هاشنج. اذا الباسورد مبعوث دلوقتي وهو معمول له هاشنج، تمام؟ حلو، انبعت واتعمل لود باي يوزر نيم ورجع باوبجكت اليوزر ديتيلز. الاوبجكت ده فيه اليوزر نيم والباسورد. المفروض الباسورد اللي متخزن في داتا بيز يكون متشفر، صح ولا غلط؟ صح، بس هو متخزن على هيئه بلين تكست، لازم يكون معمول له هاشنج زي ما ده معمول له هاشنج بالظبط. لكن احنا اشتغلنا على الطريقه القديمه اللي هي بتاعت نو باسورد انكودر، فاحنا كده اشتغلنا بنص طريقه ونص الثانيه نص طريقه. يعني اشتغلنا بنص الطريقه الاولانيه لما كنا كاتبين هنا نو باسورد انكودر لما خزينا في الداتا بيز، وجينا غيرناها بقت بايه؟ بقت بايه؟ باي كريبت باسورد انكودر اللي هي بايه؟ بهاشنج. فاذا ما نفعتش ليه؟ لان ده معدي وهو معمول له هاشنج، واللي متخزن في داتا بيز متخزن هيئه بلين تكست. فتيجي تقارن بين الاثنين بيقول لك غلط طبعا، لان هما الاثنين نفس الباسورد، بس ده معمول له هاشنج لكن ده مش معمول له هاشنج. وصلت؟ لازم لما تحط هنا نوع الانكريبت اللي هتشتغل عليه تشتغل عليه على طول، ما تغيروش، ما ينفعش تغيره، تمام؟ لو انت بقى عملت من الاول ديت اللي هي باي كريبت باسورد انكودر، المفروض السيناريو اللي همشي عليه دلوقتي الداتا بيز ما فيهاش حاجه، فاليوزر نيم والباسورد اول مره يعمل لوجن، يعني هيعمل ريجستر، تمام؟ دلوقتي هيعمل ريجستر، ايوه تمام. اول حاجه تعمل له هاشنج، عمل له هاشنج، ايوه بقى الباسورد وعمل له هاشنج متشفر. هروح في داتا بيز اخزنه يوزر نيم والباسورد وعمل له هاشنج. جه يعمل تاني، جه يعمل تاني ومدخل يوزر نيم والباسورد، الباسورد تعمل له هاشنج ويروح يلود عن طريق اليوزر نيم، رجع باوبجكت من اليوزر ديتيلز فيها كل الداتا الخاصه باليوزر بما فيهم الباسورد. الباسورد جاي من داتا بيز وهو معمول له هاشنج، يقارن الهاشنج بتاع ده مع الهاشنج بتاع ده، يلاقي زي بعض ترو، غير بعض فولس. فهمت الفكره؟ فهمت الفكره. وعشان نثبت ده احنا قلنا المفروض دلوقتي ده متخزن كبلين تكست، فاحنا عاوزين نخزنه معمول له ايه؟ هاشنج. حلو، انا هروح هنا في موقع ده هقول له 1 2 3 4 5 6، تعالى كده نشوفها بس ايه، من 0 ولا 1؟ ماشي من 1، واعمل ايه؟ انكريبت، تمام؟ خدت ده اهو، وهروح اعمل له ابديت عندي فين؟ في الداتابيز اهو، واعمل ابلاي، ابلاي فينش. في مشكله؟ ما اعتقدش ان في ايه، ان في اي مشكله لغايه دلوقتي. حلو قوي، تعالوا كده بقى نعمل ايه؟ نعمل ريران ونجرب، نعمل ريران ونجرب. لو رحت هناك وعملت ريلود وعملت اسلام ات جيميل دوت كوم 1 2 3 4 5 6، شايف دخل اهو، هو في بيج ايرور لان احنا مش طالبين. بص لو عملت هنا اهو لوكال هوست 80 80 فوتبول ستارت، هيدخلك عادي جدا اهو، عشان برضو تتاكد، لان انا عارف انك انت مش متاكد اهو. وهقول له لوكال هوست 80 80 فوتبول ستارت، برضو هنا برضو دخل، تمام. خلينا نريستارت تاني اهو. حلو، هنريستارت تاني اهو السيرفر، ونروح نعمل لوجن تاني اهو، تمام. هدخل اسلام
@جيميل 1 2 3 4 5 6 واعمل ساين ان. شايف كله تمام اهو دخلني. اذا خلي بالك اللي عاوز افهمه لك، اللي عاوز ايه افهمه لك، ان احنا لما كنا عاملين نو باسورد انكودر هو كان مخزن في داتابيز، احنا كنا مخزنين كبلين تكست عادي جدا لان مفيش انكودر. فلما حطينا البيكريبت باسورد انكودر بدا الباسورد لما يجي ياخده بيعمل له هاشنج، فهيعمل مقارنه بين الهاشنج اللي موجود اللي مبعوث من اليوزر، اليوزر بعد الايه الباسورد عادي كبلين تكست زي اللي موجود في داتابيز تمام، بس انا لما حطيت الانكريبت بقى ايه بعمل له هاشنج، فبيقارن الهاشنج بالبلين تكست العادي اللي موجود في الداتابيز، فاكيد مش هيطلع زي بعض. فلازم الباسورد اللي متخزنه في الداتابيز تكون نفس الانكريبت اللي انا بعمل بيه هاشنج للباسورد اللي بيجي لي من اليوزر. وانا شرحتها بالتفصيل الممل من غير اي مشاكل خالص، مفيش اي مشكله. اذا بكل بساطه الالجوريزم او الفانكشن او الانكريبشن هتستخدمه هنا لازم يكون في الداتابيز متخزن زيه بالظبط، متخزن ايه زيه بالظبط، نفس الهاشنج بالظبط، لان ده هو اللي هستخدمه لما اليوزر يبعت الباسورد بتاعه، هعمل هاشنج فقارن بين الهاشنج ده والهاشنج اللي موجود في الايه في الداتابيز. وبكده لو الباسورد متخزنه، الباسورد ايه متخزنه عندي في الداتابيز بالشكل ده، فاكيد اكيد محدش هيقدر يعرف الباسورد ده عباره عن ايه. تمام، اعتقد الموضوع ما فيهوش اي مشاكل خالص. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.